في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ستارت اب 331. اليوم بدنا نستعرض مع خبراء اقتصاديين عن وضع ستارت اب بلبنان من الناحية الاقتصادية، بس كيف تأثيرها على ستارت اب بلبنان وشو عم بيصير بمجال ستارت اب اللي عم بيسكر اللي عم بينقل على دبي إلى آخره. أعزائنا، بيسعدني استضيف بالاستوديو عنا سيدة باولا عطية، صحفية ومتخصصة بالشؤون الاقتصادية خاصة مع إضاءة على ستارت ابس. باولا مرحبا. بونجور فؤاد وميرسي لاستضافتك اليوم. يا اهلا وسهلا فيك. بدنا نبلش معك شوي اوفر فيو على الوضع الاقتصادي بلبنان حتى نشوف الستارت ابس كيف بدهم يتاقلموا مع هذا الوضع. أوكي. اليوم يعني بشكل مقتضب شو عم بيصير بالوضع الاقتصادي تها ستارت ابس يعرفوا كيف بدهم يتصرفوا. هلا الوضع الاقتصادي ما بده كثير شرح لانه الحمد لله عايشينه صار جزء من حياتنا اليوميه، بس احنا بدنا نختصره. نحن اليوم بانهيار وهيدا هيدا واقع والكل معترفين، كان السياسيين ولا كان الخبراء الاقتصاديين ولا المحللين ولا الصحفيين، هيدا امر واقع ونحن عارفين هيدا الموضوع. هلا شو اسباب هالانهيار؟ هي بدها حلقه لحالها لانه كلنا بنعرف انه هو تراكم منه وليد الساعه، تراكم سياسات خاطئه وتراكم اذا بدك اهمال او فساد او سوء اداره كمان. فهيدا موضوع مثل ما قلنا طويل وفي كثير ديتيلز. اما اليوم شو هي اهم الازمات او اصعب الازمات اللي عم بيعيشها المواطن؟ عندك انت اول ازمه اللي هي ازمه المحروقات، ونحن شفنا قد ايه عم بتاثر على جميع القطاعات، يعني طالت القطاع الطبابه المستشفيات، طالت القطاع التعليمي، طالت القطاع التكنولوجي، جميع القطاعات ضربتها ازمه شح المحروقات لسبب كثير بسيط انه نحن اليوم لا عنا مصانع كهرباء على الغاز ولا على الطاقة الشمسية ولا على المراوح. نحن الأساس لكل شيء يمشي بهيدا البلد هي المحروقات، وهيدا كمان إذا بدك ضعف رؤية أو ضعف نظر من السياسات الحكومية. خلينا ننتقل على موضوع التكنولوجيا. اليوم التكنولوجيا بلبنان، التكنولوجيا بالعالم وداعسين وماشيين، التكنولوجيا بلبنان شو عم بيصير عندنا نحن اليوم؟ هلا نحن اذا بدنا نحكي شوي احصائيات، بال2017 اخر احصاء طلع كان باكد انه لبنان كان بيحتل المرتبه الثالثه عربيا من بين الدول اللي فيها صح. اكثر عدد بالشركات الناشئه. ميمي وانت مش بس هيك، كان عندك فوق 800 شركه، فينا نقول بحدود 27 منها كانت شركات تعنى بالقطاع التكنولوجي بهذه الشركات الناشئه، غير اكيد الشركات بتقدم سيرفيسز اونلاين سيرفيسز، يعني عم نحكي ديجيتال ماركتينج، عم نحكي ويب ديفلوبمنت، عم نحكي يعني كل هيدا العالم، الاس اي او الاس ام، كل هيدي الخدمات. فاوريدي نحن كان عندنا اذا بدك حجم كميه مهوله من عدد هيدي الشركات وكلهم جاهزين وعم يشتغلوا لانه عندهم الخبرات اللازمه وعندهم العقول صح. المطلوبه. فهودول العالم كان كل شيء تمام وماشي حالهم وعم يبلشوا يسوقوا وعم يشتغلوا لحد ما اجت ثورة 2019 وشفنا أزمة المصارف وتحويل الأموال للخارج، قام وقف شغلهم كلهم، وقف لأكثر من سبب. أول شيء العامل الأمني بالبلد، دائما عندك تسكير طرقات، إذا أنت عندك ميتنج مش قادر تروح عليه، هيدا العامل كمان بيهشل المستثمرين بمحل معين، بقول لك انه انتم في وجعة راس وفي ثوره عندكم ومش معروف اي ساعه بيصير في عرفت بيفتحوا نار على بعض، شو بدي انا بهالوجعة راس؟ بيوقفوا هالاستثمارات. هذا اول كف كان. هي اول كف. الكف الثاني كورونا. لا حتى قبل كورونا ما المصارف وقفت، يعني سكرت اذا بتتذكر اول ثوره على جمعتين. طب هيدا اللي عنده تحويله بده يقبضها من برا، اللي بده يحول لناس كمان برا، هيدا كله وقف.
طيب واليوجع بعدين صاروا يحطوا لك سقف وما فيك تسحب اكثر من هيك وصار ما بقى فيك تسحب دولار. طب ما انا عم تجيني تحويلاتي كلها من برا، انا عندي ناس انا ملتزم معهم ضروري ادفع لهم دولار فريش، ما بقى في هيدا الموضوع. يعني هون على هالبلاتو هيدا استقبلنا كذا ستارت اب والكل كان عم يشتكي من هذا الموضوع، انه انا اليوم ان كان ويب سايت ان كان ابلكيشن كان ستارت اب لو شو ما كان شغله بده يكون عنده ابلكيشن، بده يكون موبايل ابلكيشن، بده يكون عنده اي شيء رقمي، بده يحجز او بده يستاجر سيرفر بامريكا، هذا كان يدفع له عن طريق الكريدت كارد، بيدفع بالسنه والى اخره. هلا عم بينقطع الويب سايت تبع الستارت اب اللبنانيين، لانه عم بينقطع الابلكيشن ما بقى عم تمشي لانه انقطع الهوستنج تبع السيرفر، ما عم بيقدر يدفع له مصاري لانه موقفين الخدمه. ما هي الفكره، ومش بس هيك، انت اليوم صرنا احنا عم نتعامل بالتشيكات. طب ما انا اذا قابض تشيك من شخص برا دولار، لنقول تشيكي دولار عم بقبضه على 3500، انا عم بشتري بضاعه على 20000 وعلى 21000 كشركه. صح. كل شركه من بعد 2019 قررت انه هي بدها تنشا منعوها تسجل. ما فيك انت اليوم تسجل شركتك لانه انت بقانون التجاره لتقدر تسجل شركه انت بدك تفتح حساب البنك. هلا اي بنك بيفتح لك حساب؟ ولا بنك. واذا بدك تفتح ليش؟ لانه هن مجبورين انه مقابل كل حساب بلبنان بده يفتحوا حساب بالخارج، فهذا بيكلفهم الكوست وهن اوريدي هلا مش قد هيدي الفوطه. بس بنفس الوقت انت عم تحرم شركات مستعده تامن فرص عمل للشباب بعز الازمه وبعز البطاله، عم تحرمهم انهم يشتغلوا. هلا عم نقتل شبابنا والصبايا عنا؟ ليك نحن شبابنا والصبايا اللبنانيه ما بينقتلوا، لانه نحن اهلنا. اي هي وهي مش شعارات، لانه نحن طب ليك نحن اليوم شباب وصبايا، ليه ما فلينا؟ بعدنا هون وبعدنا عم نقاوم، وبدل الوظيفة عم نشتغل أربعة. هلأ اللي فلوا حقهم، ما فينا نلومهم فؤاد، ما فينا نقول إنه هن ضعفوا وجبنوا، لا، ما من حقهم كمان يعيشوا بدولة بتحترمهم أول شيء كبشر. عرفت؟ تعطيهم أبسط حقوقهم، كهرباء وماي وواي فاي، يعني ما حتى هاو الأبسط شيء اللي أنت تقدر تعمل شركة مش موجودين بلبنان. يعني خلينا نحكي مزبوط، أنا اليوم إذا عندي بروجي عندي ديدلاين ملتزمة فيه، ما بعرف أي ساعة بتروح الكهرباء، ما بعرف أي ساعة بيجي صاحب الموتور هو بيرتقي إنه لازم يجيب لي هلأ الموتور، ما بقى عندي كل وقت مشكلة كونكشن أوريدي، حتى إذا في واي فاي الخدمة عاطلة. وإذا بدي أنزل على كافيه أوريدي غالي الكافيه، فأنا اللي عم طلعه مش قادر غطي فرق الكوست تبعي. يعني هو إذا بنحكي اللي بيشتغلوا أونلاين من بيوتهم بس، فهي كتير قصص بسيطة. ورحت جبت موتور، طب أوكي أمنت موتور، أنت دبر له بنزين دبر له مزود، يعني كيف جربت تحلها عرفت مسكرة. بس شبابنا لا ما بيستسلم. باولا اليوم ستارت أبس عم بيتجهوا، كنا بالأول نحكي تكنولوجي، بعدنا شوي عم نحكي تكنولوجي، ما انتهت 100%، بس اليوم عم شوف انا ستارت ابس عم بيتجهوا من بيور 100% تكنولوجي، عم بيتجهوا لزراعه، ريسايكلينج، اعاده تدوير النفايات، اورجانيك، يعني عم نتجه على اشياء تقليديه. هلا عم نستعمل تكنولوجيا بس الهدف الاساسي هو زراعه، ريسايكلينج، طاقه شمسيه الى اخره. هل هالقطاع هيدا بديل ولا لانه مجبورين؟ فؤاد ما في قطاع بيلغي قطاع، اوكي؟ وانت اليوم يعني هيدا انه مزبوط وضعك صعب كثير، بس انت اليوم في عندك فرصه يلي هي انه في كثير قطاعات نحن بعد ما فتنا عليها واستثمرناها صح لترد لنا ايرادات على الدوله وعلى الخزينه ونرجع ننشط العجله الاقتصاديه. يعني انت اليوم مثل ما قلت في عندك القطاع الزراعي ممكن كتير نستثمر فيه، وعندك القطاع الصناعي ممكن كمان نستثمر فيه. وقبل الحلقة كنت عم بتقلي إنه في كتير صناعات اليوم ما كنا نشوفها، صناعات لبنانية بلشوا اليوم يصنعوها صناعة لبنانية. فهيدا بيعني إنه بعز التحدي الاقتصادي اللي عم نعيشه قدرنا نحن نلاقي نتأقلم ونلاقي حلول. أوكي، القطاع الزراعي ضرورة وله مستقبل، لأنه أنت بحاجة للزراعة ليكون عندك صناعة وطنية. يعني هيدا القطاع بفعل هيدا القطاع، وانت اليوم بحاجه لقطاع التكنولوجي لحتى صناعتك تكون بمعايير عالميه وتقدر اذا بدك تنافس البضاعه العالميه الثانيه بالاسواق. فكان هاو ثلاث قطاعات بيكملوا بعض. وحتى القطاع الزراعي اذا بتطلع على البقعه بتشوف المشاريع الجديده، المشاريع الزراعيه اللي عم بتبين بالبقعه كلها بترتكز على التكنولوجيا كلها. يعني نحن اليوم بدل ما ننزل نفتح ونسقي مثل ما كانوا يسقوا قبل، اليوم صار عندك قصص بكبسة زر بتصير تعرف كل بلانت قديه بحاجة مي، وأي متى عطشانة وأي متى ما لازم تسقيها، وشو المشاكل اللي عم تعاني منها هيدا البلانت. يعني هول الثلاث قطاعات عم يكملوا بعض. أول قوله ماني شايف أنه الزراعة والصناعة رح تقدر تقوم بالبلد بقدر ما إذا
ليش نحن صرنا 5 سنين بهذا البرنامج عم نغطي موضوع الستارت اب؟ لانه انا كنت مآمن ولا ازيل انه قطاع الستارت اب، قطاع التكنولوجي ممكن ياخذ دور الثقافي يعني اللي كنا نحن عم ننور من الاخوين الرحباني، يعني كنا منورين المنطقه نحن بالفن وبالابداع وبالفكر وبالكتابات. اليوم لا، صار الكل عنده هالشيء. نحن ممكن نكون بالتكنولوجيا عنا دور ريادي بالمنطقه. انا بوافقك، فليش عم نتجه على زراعه وصناعه اللي انا ماني شايفها رح تقدر تقوم بالبلد مثل ما قطاع التكنولوجيا والايرادات التكنولوجيه عم تقدر تقوم بالبلد؟ صح، نحن عم نهمش قطاع التكنولوجيا لانه مثل بنرجع بنقول الحكام ما عندهم النولج المطلوبه ليحطوا سياسات بتدعم وبتطور هالقطاع. اوكي، بس اذا نحن فكرتك 100% انا بوافقك فيها، يعني اذا نحن جينا على الارض شفنا بدك تعمل استيميشن انت تشوف اي قطاع هو الاكثر اليوم بفيدك exactly. وهيدا لا دفنتلي انا بروح على القطاع التكنولوجي، بس انت اليوم بعد ما عندك هالنولج وهالوعي لدى الحكام وحتى لدى يعني الافراد. يعني انا اليوم اذا انا كنت ام فور اكزامبل، هل اجى قال لها ابنها انا مثلا بدي اعمل اي تي، شو هيدا الاي تي؟ لانه الاهل لانه الاهل ما عندهم نولج، ما عندهم هالوعي انه هيدا المستقبل. بدك تفوت مهنه لا ما بتفوت مهنه، مثلا اذا هو قرر انه بالمهنه لا، مو الحكيم مو المحامي، مو الحكيم مو المحامي مين؟ ما هي من هون كان بدك تشوف التربيه الاديوكيشن كيف عم بتكون، حتى التوجه. ما انت اليوم نحن هل عم بيكون في توجيه سليم للطلاب الثانويات انه شوفوا شو حاجه سوق العمل؟ هل نحن عم نوجههم لسوق العمل لشو بحاجه؟ هل نحن عم نوجههم للاختصاصات الجديده ليكونوا مواكبين هالنقله الرقميه اللي عم بتصير بالعالم؟ لا، بدنا ثقافة المحاسبة أول شيء ننميها عند المواطنين لحتى يجيبوا عالم ما بدي كفؤين. أنا ما بدي حاسب. لا، ما أنت بدك تجيب عالم كفؤين على السلطة. أنا معك، بس أنا ما بدي حاسب، يضمنوا لك إنه هالقطاع حيقبل. ما لح استفيد أنا إذا عدت حاسبت والحق عليك والحق علي وما بعرف شو. أنا بدي سلسلة قرارات تنعمل أن باراليل على سياسة الحكومة وتكون هي تقدر تدير حالها، لأنه هالشباب وهالصبايا ساعتها بدك نقابة أو لوبي، مجموعة من المثقفين ومجموعة من العالم. عنا نقطتين. ما هو خلينا نفوت. انت اوريدي مزبوط عندك نقطتين بس منقسمين ودورهم غير فعال. انت اليوم بدك تفعل دور هول النقطتين، اول شيء تجمعهم بطريقه ما وتفهم ليش في هالانقسام بالدرجه الاولى. لانه انت اليوم اذا في عندك لوبي كل ما كان كله على نفس الكلمه وعلى نفس الفكر، كل ما انت حتقدر تضغط اكثر بسبيل تحقيق الاهداف تبعك. وبنرجع بنقول انه كمان في دور على الجامعات وعلى الاهل، يعني كمان انه يواكبوا العالم وين عم بيصير ونوجه هالطلاب، لانه انت اليوم كمان ما فيك تروح تضغط طالب بشيء وانت مع سوقك ما بيغطي. يعني مش انه انا اليوم عندي 20 او 30 شخص بهذا الدومين قول انا بدي اعمل لهم نقابه وبدي غير البلد، لا. وهلا الحلو ان احنا بلبنان عندنا فوق 30,000 شخص بس بيشتغل بمجال التطوير والبرمجه. وهو يعني اوريدي انت عندك قاعده بتقدر تنطلق منها. فتخيل اذا هو 30,000 اللي موزعين بلبنان وفي منهم برا وفي منهم هيدا، قد ايه بيقدروا يضغطوا، قد ايه بيقدروا يعملوا فرق. باولا، حضرتك بلشتي كان بدك تسجلي شركه، بدك تعملي ستارت اب لبنانيه، ما قدرتي او كان في اوبستكلز عوائق قدامك. بدي فوت بمشاكل الستارت اب، ليه ما عم نقدر نكمل؟ ليه ما عم نقدر نبلش؟ يعني كانت اسهل شغله انه واحد يعمل ستارت اب بلبنان، هلا صارت من 7 المستحيلات، ليه؟ هي اذا بدك المشكله الاساسيه كيف تجمع راس المال. اوكي، لنبلش من هون. انت اليوم بوضع اي مواطن عادي بيشتغل ما عنده القدره انه يضب شوي على جنب. اوكي، نحن انجل ما ضايل لاخر الشهر. هلا لنعتبره انه انت كنت شوي هيك ضابي بايدك اخر كم سنه، واليوم قررت بدك تفتح شيء وعندك راس المال. انت اليوم صار فيك تقدر تسجل بمحل، بس وين المشكله؟ اوكي، انا سجلت الشركه بس في شروط لهالشركه تتسجل، يلي هو انه يكون عندك رقم مالي بالمصرف، يقدروا يحولوا لك، بده يكون عندك حساب مصرفي. طب اليوم المصاريف منعتنا انه نحن نفتح حسابات عندها. طب انا اليوم حيلا كلاينت عم بيشوف انا قد ايه عم شاطره على السوشيال ميديا وقد ايه عم بقدر تو بروموت البزنس تبعي. اذا عندي كلاينت اجنبي اجى قال لي انا بدي اشتري هاوس سيرفيسز، طب هيدا كيف بحول لي مصاري؟ اذا جيت قلت له ام تي بقول لي لحظه انتم مش مفروض شركه؟ بقول له لا، ما نحن شركه مش مسجله.
شو بدك تقعد تفهمه انه نحن عنا دولة مش منتبه لهالموضوع ومن عتنا نسجل وعنا هوزر؟ ما بيفهم هيك. شو بده يجي يقول لك شركة مش مسجل، انتو شركة وهمية، انا كيف بدي اتعامل مع شركة وهمية؟ مرسي اورفار، بيطير الديل. بيكون انت عندك ديل 5000 10000 دولار، يعطيك العافية، انت قادر كنت تفوت على البلد هيدا المبلغ، وانت اوريدي حتصرف، يعني انت هيدا المبلغ عم بفوت بالعجل الاقتصادي، انت مش عم تصرفه برا، انت عم تدخله على لبنان وعم تصرفه بلبنان. طب ما هيدا كمان بمحل انت منعته لهي، يعني انت كستارت اب اليوم ما بقى عندك حل الا انك تروحي لعنده لزبون وتفتحي عنده 100%. بدك تروح على غير بلد وتسجل شركتك بغير بلد، وهي اللي عم بيصير. لانه بلد، لانه بلد 100%. لانه بلد في حكام بيحترموا، يعني بيفهموا شو يعني حقوق انسان، وبيعطوا وفي كل شيء، حتى الدوله هنيك عم تعطي تحفيزات وبيخفضوا لك الضرائب، حتى في اعفاء عن الضرائب اذا بتستثمر على مدى اكبر. يعني في كتير قصص حلوه، خاصه اذا شركه تكنولوجيه 100%. وهلا اذا بنشوف مثلا مصر فور اكزامبل، اليوم معظم الشركات نشأة وين راحت؟ راحت دبي، بس هلا دبي لانه شوي غاليه كرمال هيك بيقولوا لك لا بتشوف محل تاني، عندك قبرص تركيا وعندك مصر، كل الشركات عم تروح لهنيك لانه بلد رخيص، بلد عم بيعطي. بسمع كثير عن لبنانيه عم بيروحوا على تركيا وقبرص كثير، وعم بيفتحوا شركاتهم هنيك وشركاتهم عم تشتغل، وانت هنيك مش ضروري تستاجر مكتب، وانه انت عندك خلص تشتغل من البيت، يعني انت في هون كوست، في منهم عم يعملوا كوورك صح، عم يندمجوا بغير شركات. وهيدي صارت، يعني احنا حتى اول ما جربنا ناسس شركه في كثير عالم حكونا من برا انه شو رايكم انه تندمجوا معنا، تكونوا انتم كانه تيم معنا ونشتغل. فاليوم هيدي البلدان عم تقدر تستثمر، عم تقدر تجذب هالمستثمرين ليجوا لعندها يفتحوا شركاتهم، بالوقت اللي لبنان اكثر لحظه نحن بحاجه فيها لاستثمارات، عم نهشل هالمستثمرين بدل ما نسهل لهم امورهم. يعني تخيل قد ايه مجنون هالمستثمر وشايف الوضع وبرغم من هالشيء جاي بده يستثمر، لانه ما تنسى انت اليوم عندك ايدي عامله رخيصه صرت بلبنان صح. يعني انت اليوم هيدا المستثمر الاجنبي بيجي بيقول لك انه انا بدل ما ادفع معاشات بال2000 وبال3000 بيجي بعطيه 1000 دولار، 1000 دولار تضربها اليوم على 21000 ليره الدولار، يعني انت اوريدي معاشك فوق ال21 مليون ومرتاح. هيدي مشكله عم بسمعها كثير، لانه في كثير لبنانيين بعرفهم تركوا البلد وراحوا على دبي عم بيسترخصونا صاروا. ايه بالدول العربية، يعني كان اللبناني يمكن ياخذ بالاربع 5000 دولار بالشهر، هلا عم يجوا بيقولوا له هاي 1500 دولار بكفيك. فؤاد انا ما بحب احكي عن 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 هالقصص، لاقول لك ليه. نحن اللبنانيين عندنا كثير عزة نفس، اوكي، ونحن عندنا بنعتبر انه نحن اللي ساهمنا بتطوير هيدي الدول، وانا هون يعني ما بدي بين انه عم بهاجم جزئيا، بس نحن اللي ساهمنا بنهضة هيدي الدول، لانه كل العقول هاجرت لهونيك صح، استقبلونا وفتحونا فرص، بس مش لسواد عيوننا، يعني كان خدمه مقابل خدمه، مثل ما نحن اعطونا حقنا نحن اعطيناهم حقهم اكثر. اوكي، فنحن بنكون واقعيين بهذا الموضوع، لان انا هون يعني عندي شوي هيدا الحس اللبناني بده يطلع بمحل. فنحن اليوم كان في تبادل خبرات، وانت عم تعطي خدمه معينه في شخص ثاني عم بيعطيك حقك اجرك. اوكي، نحن ساهمنا بنهضه هيدي الدول، مش نحن اللي بيتم معاملتنا بهذه الطريقه. اوكي، فاذا نحن اليوم بدنا بلشت ادرينالين يلا فاذا نحن اليوم بدنا نجي نفكر انه طب ما صرت انت الهندي اللي الهندي هونيكي هالقد بيقبض، انا مش عم اقلل من قيمه ايجنسيات، بس اليوم كيف انت اليوم المواطن السوري انت بتقبضه اقل من اللبناني هونيكي؟ نفس الشيء صار المواطن اللبناني كانه مواطن سوري بلبنان، نفس المعاش عم يعطوه، لانه هن عارفين الوضع الصعب عنا بلبنان. فانت بتروح لهونيك موقع انه مثل ايام زمان بتقدر تعمل قرشين وتضب على جنب وترجع على بلدك تستثمر، اللي عم بيصير انه مصريات دبي بار اكزامبل عم بيروحوا لدبي، مصريات السعوديه عم بيروحوا للسعوديه، لانه انت عم توصل لاخر الشهر ما عم بيكون معك. اذا اليوم انا وياك بدنا نجي نحط توصيات اوكي، بس توصيات تكون واقعيه للحكومات، الحكومة الحالية، الحكومة السابقة، قبل الانتخابات، بعد الانتخابات، اللي هو بدنا نحط توصيات انه والله هيدي ليستة مطالب، او مش ليستة، يعني مش بس نطلب، بس انه ليستة توصيات، يا حكام بليز امنولنا هالشي حتى نكمل هالشباب وهالصبايا يكملوا بشغلهم بالستارت ابس اللبنانية بهيدا البلد، ما يهاجروا لانه مضطرين يهاجروا لانه بنوكي ما عم تفتح لهم حسابات، سبب كتير سخيف يعني. ما هيدا. فشو التوصيات اللي انت بتقولي انه واحد اثنين ثلاثة اربعة شو هي؟ اوكي، هلا اول شيء نحن كنت عم بحكي انا وياك فؤاد بهالموضوع، اول فكرة بدها تكون انه الدولة او الحكومة تاخد بعين الاعتبار انه في قطاع تكنولوجي اليوم موجود وبيقدر يدرلها عائدات فريش دولار، وبيقدر مش بيقدر يساهم، هو الركيزة
بالنهضة الاقتصادية بالبلد، لأنه لولا هيدا القطاع ما حيكون في بلد أصلاً. ونحن فينا نأخذ نموذج مصر ونموذج السعودية. لولا التكنولوجيا لح يكون في بلد ناقص. لو كنا بالقرن العشرين كنا قلنا يمكن التكنولوجيا هذه كماليات، لا اليوم عنا كماليات. هيدا القطاع هو الركيزة يعني للنهضة كلنا بالاقتصاد. شفنا لما بس من أسبوعين لما واتساب وقعت شو صار بالعالم، مش بس بلبنان بس بالعالم شو صار. أنا شو بدي بخسائر فيسبوك؟ شو بدي بخسائر فيسبوك أنه هو شاري شركة واتساب وإنستغرام؟ لا أنا ما فيني أحكي معك. نحن وخسائر الشركات اللي معظم عملها بيرتكز على هول أبليكيشنز بس. أوكي، لأنه اليوم قدي عنا أونلاين ستورز، قدي عنا يعني هول المحلات كلها بتشتغل على وعلى هول البلاتفورمز. فقد ايه كان حجم الخسائر لهول الشركات؟ فلحنا لازم باول هيدي اول شغله يفهموا انه النهضه الاساسيه للاقتصاد بلبنان حتكون عم ترتكز على القطاع التكنولوجي. اذا نحن ما بلشنا من هلا ونحن اوريدي كثير مؤخرين لنكون واضحين. اذا نحن ما بلشنا، يعني في دول بلشت بالعمله الرقميه وعم صح. نشوف نحن اليوم البيتكوين شو عم تعمل بدول العالم. يعني لو دولتنا راح استثمرت بالبيتكوين بوقتها كان هلا قد ايه طلعنا بدل ما نجي نستثمر بسندات يوروبوند حاصله هلا. فاليوم اول فكره لازم تكون انه نحن ناخذ بعين الاعتبار انه لازم يكون الخطه تشمل القطاع التكنولوجي لانه هو ركيزه النهضه الاقتصاديه للبنان. هيدي دوقه دودو. نبلش من قصص كتير بسيطة، احنا ما عم نطالبهم بشي، بس يسمحونا يعملونا استثناءات لهو الشباب يقدروا يسجلوا، يقدروا يفتحوا حسابات، بس لحتى تكون شركة شرعية ويقدر هيدا الشخص يتواصل مع عالم البرا ويفوت دولار على البلد. هيدي تاني نقطة، يسهلوا لي موضوع التشيكات وما يحطوا لي سقف، لأنه أنا ستارت اب، أنا شركة ناشئة. بعد نبلش وعندي كتير مصاريف بيكون بأول فترة، فما يحطوا لنا سقوف، يعملوا استثناءات لهو الأشخاص. بموضوع الواي فاي، وهون أنا هي موضوع شوي حساس، نحن اليوم ما عنا غير شركة أوجيرو هي اللي بتوزع الواي فاي على البلد، وعنا شركتين اتصالات هن محتكرين السوق، وهيدا شيء كمان غلط. يعني إذا شوف النموذج المصري أرخص خدمة اتصالات بالعالم، وهي كمان بجذب المستثمرين. فلازم أول شيء ندخل أكيد شركة ثالثة منافسة، وهيدي بشكل أنه تعرف البلد ومحاصصاته. أنا لما وصلت على المطار بمصر أخذت خط بري بايد، يعني عطيوني 20 جيجا بايت بـ2 جنيه. يعني هي ولا شيء ماشي ولا شيء. فاذا نحن قدرنا اليوم نفوت شركه ثالثه تصير تنافس بالاسعار، انت اليوم كسرت الاحتكار. هاي من ناحيه شركات الاتصالات، وهذا الشيء بيجذب المستثمرين وبيسهل عمل كمان شركات الناشئه. يعني انا اليوم بيكون عندي كثير اتصالات بدي اعملها، بدل ما ادفع حتى لو ثابت خطي، بدل ما ادفع انا كلفه محترمه يعني اتصالات، ساعتها بتصير ارخص، وانت هون عم بتسهل لي الموضوع. اما موضوع الواي فاي، بما انه نحن هلا عندنا مشكله بالاتصالات، يعطونا استثناءات لشركات الناشئه انه تقدر هي اليوم تستفيد من خدمه الواي فاي عبر الاقمار الاصطناعيه. النقطه الرابعه، اوكي، فنحن كنا عم نحكي انه اول شيء يشركوا. اوكي، بدنا استثناءات للواي فاي، تكنولوجيا، استثناءات للواي فاي، استثناءات لموضوع التشيكات، نقدر نسجل، يعني يخلونا نفتح حسابات بقلب المصارف. الموضوع الخامس اليوم نحن ندخل موضوع التكنولوجيا بالبرامج التعليميه بالمدارس ونعطيها اولويه. بروجرامينج لانجويج 100% نعطيها اولويه، مش مثل ما نحن كنا نفوت على صف الانفورماتيك نقضيه نفتح وورد وبينت لا نبلش من الصفوف الصغيره ندرب هدول الشباب، لانه اصلا اليوم انت حيالله وظيفه بدك تقدم عليها اذا ما عندك كمبيوتر سكيلز ما بياخذوك. صح، هيدا صار امر واقع. فنحن نكون عم نهيئهم من هن وصغار يكون عندهم هيدي السكيلز، وعلى كبر يكون في توجيه نفسره انه اليوم مطلوب هالقد، لنقول عالم بالمربجه مطلوب هالقد ناس تشتغل ديجيتال ماركتينج، مطلوب هالقد ناس كل شيء خاصه اس اي او اس اي ام مطلوب. بس حتى اليوم بالصحافه انت اليوم ما بقى فيك تكتب مقال كيف ما كان وتكبه على جوجل. انت اذا ما بتعرف تكتب مقال اس اي او مع كي ووردز لحتى جوجل يلقطك ويقراك هذه مش وظيفه المكتب الوطني للتوظيف اللي ما بحياتي سامع خبر ولا انا سامع فيه. هلا انت عم تحكي لي ما بعرف وظيفه مين، بس شكله مش عم بيقوم بوظيفته أتقول. نعم. فحتى اليوم يعني عملنا نحن كصحفيين اختلف، ونحن اليوم ما بقى نروح عند مصدر الخبر، نحن اليوم تويتر صار مصدر الخبر تبعولنا. يعني صرنا احنا وي ار تراكينج الاخبار على تويتر، ونصه صار فيك. اي نصه هون صار في الدبل تشيك والتحقق من المعلومات والفيك نيوز والهيدا. النقطه السادسه كمان بالجامعات، يعني احنا بلشنا بالثانويات خلينا والمدارس. التعليم خلينا نعتبرها نقطه واحده، يعني كان مع الجامعات والاختصاصات وكل شيء. النقطه السادسه خليني انا احطها، يلا قل لي. انا بنظري النقطه السادسه لازم تكون مكننه الدوله. اليوم لبنان مش اليوم ومش من 10 سنين ومش من 20 سنة، من أكثر من 50 سنة، حتى إذا بنرجع بالزمن للأربعينات والخمسينات دائما كنا نعاني من الفساد، ومش بس لبنان كل الدول فيها فساد حتى بأوروبا.
انا بعتبر انه مكننه الدوله بتخفف بنسبه تفوق 70% من موضوع الفساد. يعني اليوم خذي مثلا كهرباء، اللي بيعلق كهرباء ما بيعلق كهرباء، اذا كان عندنا نحن ساعات ذكيه ما بقى بيقدر حدا يعلق، صح؟ لانه انت الفاتوره بدها تصدر على اساس شيء معين، رقم، والرقم ما بيكذب. اكزاكتلي. اذا بدي اعمل اي شيء بدي اعمله، اي معامله بدي اعملها، ما بقى في مرق لي تمرق لك وحط لي تحط لك، لانه كله صار ممكنن. وحتى بتخفف يعني ازمه الميكانيك وازمه الضمان، هيدي الطوابير كلها بتروح، لانه انت بتصير تخلص معاملتك اونلاين وبتكلفك هالقد وبتدفعها من الكريدت كارد تبولتك. يعني هون كمان عم بتخفف كوست وعم بتخفف تكلفه تشغيليه على الدوله. في كذا وزير وكذا وزيره اجوا واشتغلوا على مكننه الدوله، يعني الخطط موجوده والتكنولوجيا موجوده، والشباب والصبايا يلي ان كان ستارت اب او غير ستارت اب، عندنا الشركات وعندنا الكفاءات تقدر تباشر بمكننه الدوله، بس في قرار سياسي واقف بمكان الما. مش بس قرار سياسي، ما انت كل وزير بيجي على الوزاره بيلغي كل شيء عمله الوزير اللي قبله. انا بدي اعطيك مثل واحد، وهيدي بتامل المسؤولين يسمعوها. انا اذا بدي ادفع فاتوره الموبايل بدفعها اونلاين، اذا بدي ادفع فاتوره شو اسمه الاجيره وكلهم بدفعها اونلاين. اذا حتى اذا في مخالفه تصير على سيارتي بقدر فوت على موقع قوى الامن الداخلي وحط رقم السياره بيطلع لي شو في عليها مخالفات. الا الكهرباء، بيجي واحد بدق على الباب كذا كذا استاذ، بدك تسالهم ليش ليه بيجوا على مناطق ومناطق، انه ليش هيدا كلياتهم قادرين يعملوا مكننه الدفع الا الكهرباء لا، بده يجي واحد يدق على الباب. عم بحكي عن كهرباء الدوله مش عم بحكي عن حتى المطار. المطار شو بدي فيه، بس عم بحكي عن كهرباء الدولة، انه كله بيندفع اونلاين الا الكهرباء، بيجي واحد بدق على الباب ليه؟ صح. فمكنة الدولة شغلة بالنسبة لي انا، اسمحي لي احطها بالعكس بالليستر. انا بوافقك على هالفكرة 100%. باولا عطية، انا بتشكرك على هذا اللقاء، حكينا اشياء يمكن فشينا خرقنا شوي بس بدها بدها عن جد. ميرسي فؤاد انك استضفتني وكانت حلقة حلوة، بتمنى تكون عجبتك المشاهدين. وثانكيو على المعلومات وشكرا كثير، وان شاء الله نقدر نستضيفك كمان بمواضيع اخرى كمان من ضمن اختصاصك بالمستقبل. ان شاء الله. ثانكيو. هيدا كان كل شيء لليلة، نلقاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله بنفس الموعد. الى اللقاء.